الظروف المحيطة بينا أقدار، وتعامل كل واحد مننا معاها اختيار. الغنى ممكن يكون قدر، لكن تعاملك معاه بشكر لله وإكرام للعباد أو بتكبر وقسوة ده اختيارك. كذلك الفقر ممكن يبقى قدر، لكن اجتهادك للخروج منه أو أنك تقعد ساخط على الله وتعاتبه أن اختار لك الحالة دي اختيار. الصحة، جمال الخلق أو القوة ده قدر. شكرك لله عليه بالتواضع بين الخلق أو فتنتهم والتجبر عليهم ده اختيار. المرض، الطلاق، السعة، الفرحة، كلها تقلبات للظروف هي أقدار من الله عز وجل. وكل إنسان هو اللي بيملك الاختيار، إما أن هو يتعامل على مراد الله أو عكس مراد الله، واللي هيجني ثمرة الاختيار هو أنت في الدنيا أو الآخرة. ربك بيقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي في البخاري علمنا أن ممكن إنسان يسقط في نظرة حرام أو يسمع كلام يثير شهوته، ثم يبقى الاختيار ليك، إما تتبع هذه الشهوة بشهوة أكتر حتى تسقط في الكبيرة، أو تحصن نفسك بعد ما عينيك شافت الشيء اللي حرك غريزتك. قال صلى الله عليه وسلم على رد فعل إنسان شاف الحرام أو سمع الحرام، قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ده اختيارك، إما الغلطة دي يعقبها تحصين أو يعقبها اتباع للشهوات. ويحكي القرآن زمان لما كان الواحد يخلف بنت عنده اختيار، إما أنه هو يستعر منها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كانوا يسخطوا على أقدار الله، وده أثمر عادة وأد البنات في الجاهلية، أو يختاروا أن يربيها ويحسن إليها وهي بكلام سيدنا رسول الله بنته هي اللي تفتح له باب الجنة في الآخرة. فالظروف أقدار والتعامل معها اختيار. زحمة الشوارع اللي احنا فيها دي أقدار، ولو حد بيسمعني يقدر يساهم في حلها واجب عليه أن يحلها، لكن أغلب الأفراد عايشين في الزحمة دي قدر من ربنا سبحانه وتعالى. إما أنك تختار تتعامل بأفأفة وتستهلك نفسيتك وتروح بيتك تعبك متضاعف نفسيا وجسديا من يوم شغل طويل، أو تحط سيديهاية في العربية تعلمك حاجة مفيدة، أو تخلص أورادك وذكرك على سبحتك فتروح بيتك متطمن ومتعلم، وده اختيارك. ستيفن كوفي عنده قاعدة اسمها 90-10 تتكلم على التعامل مع ظروف الحياة. هو بيقول إن 10% من حياتنا بتتشكل من الظروف المحيطة بينا، و90% بتتشكل من خلال ردود أفعالنا واختياراتنا مع هذه الظروف. فالقضية عندك، إن الظروف أقدار وتعاملك معها اختيار. زمان لما كان مجلس سيدنا رسول الله زحمة، والزحمة دي على الكل، درس النبي، الناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، فتلاتة جم علشان يحضروا المجلس، 2 قعدوا وواحد رفض يقعد في الزحمة، فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. 2 اختاروا يجلسوا مع رسول الله، وواحد اختار يسيب الزحمة. زي اللي يسقط، واحد سقط فبيعيد السنة، إما يقضيها نوم أو يقضيها شغل، والاختيار عنده هتفرق جدا في نضجه في هذه الحياة. يبقى الحل، انظر لمراد الله من كل الظروف والأقدار اللي بتعدي حواليك، ما تبصش لأفعال الناس في الظروف دي، دي اختياراتهم. اختار أنت اللي ربنا يحبه في الفرح أو في الحزن. ربك بيقول فأقم وجهك للدين القيم، خلي تصرفك دايما ناحية ربنا يحب إيه. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ثم ذكر الاختيار، قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فاللهم اجعلنا على مرادك في جميع الأقدار، وأفهمنا يا ربنا ما أودعته فيها من حكم وأسرار.